مشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم، رمضان كريم. سعداء جدا نلتقي بكم في لقاء جديد وأمسية جديدة من مزاج سوداني. إذا أردنا أن نتعرف على شعب ما، يعني عليك أن تتلقى ثقافة هذا الشعب. الأغنية نموذج مختصر يقدم الكثير، يعني ممكن تلتقي معلومات كثيرة جدا من خلال سمعك لأغنية شعبية، لأن الغناء الشعبي هو الوحيد الغناء الصادق الذي يتناول المجتمعات كما هي. موضوعنا إن شاء الله سيكون لهذه الأمسية الأغنية الشعبية أو الأغنية التراثية، بإذن الله نتناولها في قالب إن شاء الله يكون مختلف. ونبتدر هذه الحلقة مع الفنان الجميل مهند عبد الغفار. Yeah.
شارد الحاري يسقل الظهاري يا ليلى فوق الدرب القسم يا ليلى يا ليلى فوق الدرب القصة ليلى. شكرا جزيلا للفنان الجميل مهند عبد الغفار. مهند ده افتكر انه نقلنا لحتات بعيدة يا جماعة، فما يعني احنا نحييه تحية خاصة يعني. ونرجع للأغنية التراثية. أنا ده أبدأ معاكم الحوار من حتة عالية جدا، وده أتكلم معكم بمفهوم مفهومي الخاص يعني، بعد ذلك نشوف أنتوا حتزيدوا عليه شنو. أنا مؤمن بحاجة اسمها المحمية الثقافية، زي ما في محمية طبيعية للكائنات ولل، بفتكر أن المحمية الثقافية مهمة جدا جدا، لأنها تحافظ على التراث، على البيئة، على الفكرة. الأغنية التراثية عبر يعني كل السنوات وفي كل المراحل وفي كل الأزمان وفي كل العصور كانت تلخص واقع المجتمعات بشكل واضح، ما فيه تجميل. يعني الأغنية الشعبية لأنها مرتبطة بممارسات اجتماعية وممارسات فعلية، لذلك يعني الأغنية الشعبية. وأنا عندي طبعا على فكرة يعني إشكالية في التعريف الغناء الشعبي بمفهومه المتعارف عليه ونحن بنتكلم عنه الآن، أنا أفتكر الأغنية التراثية هي الأغنية الشعبية لأنها هي أغنية محلية وموضوعاتها محددة، وبتتكلم عن دائما جوانب معينة مرتبطة بمناسبات محددة. طيب أنا عايز أتكلم، نبدأ من هنا من الحتة دي ونحن ماشيين. حذرك مباشرة يا دكتور أنس، هل بتفتكر أنه من الممكن أن نضيف أي إضافات جمالية علمية على الأغنية التراثية، ولا من الأفضل أن تكون كما هي دون أي إضافة علمية موسيقية؟ أنت رأيك شنو؟ وقبل ما جاوبني هذا اذكرك بحاجه. الان يا اخواننا في 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 عوده غير معلنه للطبيعه، يعني حتى الناس ابتدوا حول العالم يخلوا المدن يمشوا للارياف، يبتدوا يبتعدوا عن التكنولوجيا، يبتدوا يبتعدوا عن اشياء كثيره، وده لانه يعني الناس دار ترجع لطبيعتها. لذلك انا افتكر انه يعني حفاظ الناس على التراث فيه عوده لطبيعه الانسان. ماذا تقول يا دكتور انس؟ أنا أقول الآتي، طالما أن الحياة أجيال وأزمنة متعاقبة، ما في مانع أبدا أن هذه الأجيال تتناول التراث بمفهومه. نعم، لأنه ما بتقدر تقول للناس والله الأغنية دي كده ما تتغير لأنه تراث ممنوع، ده ما بيحصل يا أخي. الناس السيمفونية الخامسة الأشهر سيمفونية في الدنيا الخامسة لبيتهوفن اللي دي يفتكروا الناس البشرية ما يعني ما في زول تاني في الدنيا يعمل زيها. الخواجات عملوا أغنية راقصة، نعم، عشان ويرقصوا فيها. يعني أجيبها ليك أسمعك، الناس عملوها كيف يعني؟ تدا تدا دي كده تدا 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 عملوها كده كيف وقبلوها. فبعدين التراث ما قاعد، الخواجات قدروا ينوتوا ويدونوا اعمالهم من الـ من الـ من الـ من قبل 1000 سنه وخدته اي في اي لحظه يجي يعزفوه ذاته. نعم، لانه محافظ على نواتاته وزمنه وايقاعاته بتاع. نحن لانه ما قتلنا ثقافتنا بحثا
نعم ثقافتنا كلها ثقافة وسط وشمال. ده كلام سليم. ودفعناها دفعة لتكون أحسن أحسن غناء وأحسن كده. عشان كده بنقوم ننحاز أقول لك لا تراثنا ما تهبش. ليه ما يهبش؟ أنت مالك؟ وما حقك أنت حقك شعب السودان كله. فالتراث هو كل ما أنتجه الإنسان خاصة في الغناء يعني من غناء ورقص وأزياء وكذا وبتاع تسمى تراث. إذا أنت عايز تغني هو مبادر دي عملوها في كردفان دار يغنوها شرق السودان يغنوها يمكن يلبسوا لبسهم داك ذاته يغنوها ما مشكلة بس تكسرها يعني تشوف الهنود مثلا نعم الهنود بيشتغلوا الهنود الأفلام بتاعتهم القديمة حاسة مختلفة نعم صحيح نحن ما أخذنا فرصة عشان نكتشف التراث بتاعنا هي دي النقطة هي دي الإشكالية يا دكتور أنس ويمكن حتى يعني الأجهزة الرسمية بتاعتنا ما في اهتمام فعلي حقيقي بالتراث يعني ما في اهتمام بالغنية التراثية أو الشعبية طبعاً. ودي محتاجة إلى عمل مرتبط بـ يعني ده شغل بتاع يعني إدارات معنية بالأمر ده يعني لا فأنا بفتكر إنه أنا بس داير أمشي منك لأستاذ زبير وهجيك راجع تاني لا. ويا أستاذ زبير حديثنا حول المحميات الثقافية أنا أفتكر إنه نحن محتاجين في السودان إلى يعني مش يعني هو يعني المحمية تعني بالضرورة عدم التجديد ولكن نحن محتاجين نحمي تراثنا لأنه ابتدى يعني حتى مرضنا بنسمعه من حتات ثانية بيجي ينسب إلى 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 مناطق ثانية ماذا تقول في المفهوم بشكل عام؟ طيب أنا في نحن من عشان نكون محددين بنتحدث عن التراث الغنائي نعم في السودان بالضبط أنا أفتكر أنه أي حديث عن التراث الغنائي السوداني لابد في مدخله أنه تحيي المرأة السودانية نعم لأنه أفتكر أنه عبقرية المرأة السودانية وسطوتها وسلطنتها وقدرتها العالية على الإبداع تجلت من خلال الغناء التراثي السوداني نعم وده بالمناسبة ما لأنه نحن يعني ما معناه نحن بس مغرمين كده بأنه نشيد بالمرأة لأن المرأة تسلطنت من خلال هذا الضرب من الغناء من خلال تمجيد للرجل صحيح وده بوريك أنه نحن مع أنه الحياة كلها ماشية متطورة لكن نحن مفاهميا ماشية متدهورين يعني قبل عشرات السنين المرأة المبدعة السودانية كانت عالية الصوت واستطاعت من خلال هذا النظم الغنائي الجميل والمتميز استطاعت أنه تأكد تماما بالمناسبة إذا في جدلية جندر ومرأة ورجل المفهوم التراث الغنائي تجاوز هذا المفهوم قبل عشرات السنين صحيح. لأنه الرجل أجمل ما كتب الرجل السوداني كتبه في المرأة في شعر الغزل وأجمل ما كتبته المرأة كتبته في الرجل يبقى معناها في مفهوم وفي تقدير متبادل لأنه هم مكونين أساسيا للحياة نعم وده أنا أفتكر أنه واحد من أهم ملامح التراث الاجتماعي في الثقافة السودانية عودة لبدء يعني لسؤالك أنا أفتكر أنه التراث السوداني يعني من كل الأنظمة المتعاقبة في السودان يعني يعذروني على التعبير لأنه حخطه بين مزدوجتين يعني تعاملوا مع التراث السوداني كخرقة بالية ما أهمله يعني ما في اهتمام يمسحوا بيه وكده عشان يجملوا بيه الحاجات يعني أنه نحن نحترم التراث نعم. احترام التراث أنا أفتكر أنه ما مجرد أنه بس يعني يتم تداول أغنياته نعم لأنه التراث ده موروث إنساني بيتجلى في العلاقات بيتجلى في المفاهيم بيتجلى في الممارسات بيتجلى في القيم الإنسانية الرفيعة ده كلام سليم ده كله مجد الغناء بتاع التراث اللي كانت على رأس المرأة السودانية يا سلام فلذلك إحنا لابد يعني ننتبه انتباه أنا أفتكر واحدة من الأشياء الآن بشكل لنا شكلي برضو الناس تراعي العبارة نحن هسه الآن عندنا ضعف في مناعتنا الثقافية إذا جاز التعبير نعم. يعني مناعتنا الثقافية الآن ضعيفة بمعنى شنو؟ بمعنى إنه نحن الآن سهلية الاختطاف يعني الشرق يستطيع إنه يختطفنا في أغنياته ما عندها علاقة بينا نحن أنا ما ضد التزوق ولا ضد الانفتاح ولا دي دي ده المفهوم الإنساني الوجدان ده نعم. الوجدان ده ما فيه سلك شايك نعم أصلاً ما فيه سلك شايك الوجدان ده مفتوح على كل الثقافات لكن إذا أنت كنت مناعتك الثقافية ضعيفة يكون سهل اختطافك إذا تم اختطافك معناها تم إهمال تراثك وموروثك الثقافي والله ده كلام جميل جدا نحن منك طوالي وتحيتك للمرأة ما حتمشي بعيد
ونحيي شموس وتتفضل. نرجع تاني نعم هنرجع تاني للنقطة دي. هاي تفضل يا شموس. شكرا لشموس، و
من كلامنا الأخير ده دايما نجيك يا أكيد كل ذا عنده تعريفه الخاص له يعني لكل شيء يعني، فأنت تعريفك للتراث؟ أنا أول دار أقول كلمة تراث heritage هي كلمة تحوي كل ما أنتج الإنسان السوداني في مكان ما في زمان ما وتناوله الآخرين. نعم. لو ما تناوله الآخرين ما بقى تراث، بيموت. صحيح. فتناول الآخرين في منطقة معينة تغنى شعبي محلي، لو مشى أكثر من كده بيبقى تراث، لو مشى أكثر من الحدود بتاعت المنطقة ذاتها بيبقى تراث عام. فعشان كده أستاذ الزبير سعيد لما تحدث عن المرأة والعلاقة بين الرجل والمرأة طبعا دي هي مشتركة بيناتهم يعني هي أساس ذات يعني في غرب التراث. السودان نعم. المرأة حكامة والرجل هداي يعني المغني نعم هداي هداي معناه بيوري الناس الحاصل يعني بيقدمهم لـ 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 للأفضل نعم الحكامة بتوري عيوب المجتمع عشان كده بيخافوا من الحكامة أكثر من الهداي فعشان كده طلع تراث في كردفان عجيب ده نحن ما تناولناه هذا التراث نحن ما تناولناه صحيح يقولوا نغتين كده لا 30 سنة ولا 40 سنة مدورة كده ولا لأنه نحن زي ما قلت لك قبل نحن لم نقتل التراث بتاعنا السوداني المتنوع الجميل المتميز إذا كان الهند فيها 300 عندنا 500 قبيلة إذا كان الهند عندهم 10 إيقاعات نحن عندنا 95 إيقاع إذا يعني ده نحن ما قتلناه لأنه نحن ما أخذنا الفرصة عشان نحكم نعم نحن المثقفين والبتاع ما أدونا فرصة عشان نحكم في حتتنا دي ذاتها نجيب الزبير سعيد ده نقول يا أخي اسمع أنت ماسك لنا وزارة الثقافة في الجانب الفلاني شوف الأغاليم دي كلها أنت يا ناس العاقب نوت أنت يا سعد سوي وفيها جوائز وفيها مهرجانات وكده نحن يعني فقراء ما إننا أغنياء فقراء يعني في حاجات قدمها لنا الكابلي كتر خيره ما كنا سمعناها بها من الجعلي صحيح نعم ما إن هو ما جعلي ولا 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 بيطلع جعلين بصلة جعلين بصلة لكن قدم لنا تراث الجعلين ده بشكلي وتراث البطانة فده نموذج لزول واحد لكن كيف لم تكون دولة كاملة صحيح ده كلام دولة صحيح. كاملة أنت عارف الـ الأمريكان مش استولوا على أمريكا دي من الهنود الحمر نعم حفظوا التراث بتاع الهنود ده زي ما هو ده كلام سليم ونوتوه ودونوه وصوروه وأي شيء قاعد فهي نحن دعنا نقول ما نطرب للتراث بس نحن نفخر به ونقدمه للناس وهو ده ذاته كلامك ده يا دكتور بودين لحتة عايز امشي بها لأستاذ زبير اللي هو إذا اعتبرنا أنه الأغنية واحدة من أدوات الاتصال الجماهيري هل نقول انه يعني الاغنيه بتساعد في فك شفره المجتمعات دي اغنيه شعبيه نعم هل بتنجح في انه تفك شفره المجتمع اذا انت يعني استمعت لها بشكل جيد كده هي ساهمت بشكل كبير جدا في انه يعني انا قاعد اقول انه الحوار الثقافي الفني الابداعي اللي حصل في السودان نعم من قبل الاستغلال يعني هو حوار ظل دائما افقه مفتوح لانه حوار توفرت له اهم حاجه اللي هي حسن النوايا وحسن الظن بالآخر عشان كده هو نحن أصلا ما سمعنا بانسداد أفق ثقافي لكن طوال الساسة انسداد الأفق السياسي انسداد الأفق السياسي الأفق السياسي ده بينسد لأنه العقل البنتج الفكر السياسي في السودان مأزوم نفسه مأزوم وما موثوق فيه ذاته من عامة الناس يعني فيه إشكالية وهو ذاته مرتاب ومريب مرتاب ومريب وفيه مشاكل وفيه صراعات الحوار اللي تم على مستوى التراث السوداني هو حوار جهير وفيه اعترافات بالمناسبة واحدة من الأشياء المهمة جدا في أغنية التراث هي ما بتحاول تجمل حاجات موجودة بتعترف بتقدم اعترافات صريحة واعتراف وما بيخجلوا منها عادات وتقاليد بيقدموها زي ما هم حاجة خطيرة جدا في المكون الاجتماعي السوداني بتبايناته المختلفة دي يعني إذا زول من أقصى شمال السودان مثلا
غنى تراث من أقصى غرب السودان هناك بيحتفوا جدا بيفرحوا. وإذا زول من أقصى شرق السودان غنى في أقصى غرب السودان برضو بيحصل احتفاء. يعني أنت لما تغني تراث قبيلة بيفتخروا وبتنشروا، ده دليل بتاع اعتراف. يعني هالشكل من الاعتراف البسيط تم بيناتك مكونات سودانية تم من خلال أغنية التراث. ده كلام سليم. وده مدخل نحن يعني عايزين نأكد شنو؟ عايزين نأكد للأجيال الجديدة دي إنه في فرق بين احترام التراث والإعجاب به. يا سلام. ممكن حاجة بسيطة. نعم. أستاذ عبد القادر سالم، وأنا كنت في أوروبا من سنة 76 لغاية ما جيت 84، 8 سنين، محل ما أمشي محل أسطوانات بلقى الأسطوانات بتاعت عبد القادر سالم، The King of مردوم. يا سلام. اسمه ملك المردوم. أي زول بيشتري هناك بيعرفوا المردوم، تك 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 تك، عارفينه. نشروا عبد القادر سالم زول واحد. إلى الآن أسطوانات احنا بنحييه من هنا. فأنت تخيل إذا كان عبد القادر سالم ربنا يديه الصحة والعافية استطاع في خلال 30 40 سنة بشجاعة وبذكاء إنه ما خاف، مشى قدموا للناس، ما سمعوا ثاني مشى ثاني، حسة معروف قادر كينج أوف مردوم. يا سلام. في أي حتة في الدنيا. فأنت تخيل زاد عبد القادر سالم، نحن ما عندنا ياما فنانين يا أخي غادروا الحياة دي وكان عندهم حاجات كثيرة عايز يقدموها. فحقه زي ما قال الأستاذ، يعني نحن من المنصة دي ما نكون بس شغالين بالطرب. صحيح. نعم. اللي يكون طرب، لكن يكون طرب بفهم. يعني أنا لما أسمع المردوم والله الجراري والله الهسيس ما بعرفونه، ما في جعلين، ما عندنا حاجات زي دي، لكن عرفتها فضافت لي ثقافة. هي ذات نوع من المعرفة. نعم. والثقافة. نعم. يعني نحن نقول من هذا البرنامج، وأنا أتمنى إنه إدارة هذه الغرف الجميلة إنه نواصل المسألة دي ونخاف. نعم. حقيقة ده كلام جميل. وإحنا نمشي لأغنية نسمع ونستريح جدا مع الجميل أمير حلفة ونرجع مرة ثانية. سمح الهيبة فوق مختار دون مرات تسعر المفجر سمح الهيبة فوق مختار عرش مثل أبوك يا دود واحسب لي كمان يا دود ليل مفجر سمح الهيبة فوق كمان يجود لي مفشر سيد فوق الرجال بيعود ضربك يلا مبارود لي مفشر سمح الهيبة فوق مختار عرج دود مرا ما بدو بيقول ابديت ما تفشر وقال سويت لي المفشر القنديل سراج البيت حمد الله السلامة جيت لي المفشر سمحة وخايلة فوق مختار عرج دود مراج الهيبة فوق عن عندي الجيد كانت من شفت الرجال صمت لي
الفوق ومتعنت لا تخيب رجاء ظنت ليل مفشر سمح الملك فوق مختار مسدود مرات السهل مفشر سمح الهيبة فوق الدنيا الليل مفشر هيبة فوق مختار هيغني له يا بني وليه مصر العبيد الدنيا الليل مفشر هيبة فوق مختار قالت أم جيد ليو لخصيم خالف الكي الليل مفشر سمح الهيبة فوق مختار ما بدي بيقول اديت ما تفشر وقال سويت ليل مفشر ما بدي بيقول اديت ما تفشر وقال سويت ليل مفشر السلام جيت ليل مفشر سمح الملك فوق مختار عرج دود مراد السالم مفشر سمح الهيبة فوق مختار عرج دود مراد السالم مفشر الهيبة فوق صار ليل مفشر الهيبة فوق مختار الردود مرق صار ليل مفشر الهيبة فوق مختار الردود مرق صار ليل مفشر سمح الهيبة فوق مختار. شكرا شكرا لأمير الحلفة. يعني الأصوات اللي سمعناها دي والآلات اللي احنا بننفذ بها ده دليل على انه الأغنية الشعبية بتقبل التطور، وهذه الأصوات حتى باختلاف يعني الإمكانيات بتاعتها، لكن في فرضية كده انه هذا التنوع الكبير الموجود في الأغنية الشعبية السودانية بيعمل نوع من التشويش لمتلقي الخارجي، لانه احنا ما شاء الله بلد متعددة. يعني كلنا بنعرف مثلا السامبا البرازيلي تماما مع التانجو الارجنتيني او مثلا الصالسا او الاسبانيش ستايل، يعني دي ثقافات حول العالم راسخه ومعروفه وما عملوا عليها اي شيء، قدموها كما هي يعني. لكن نحن هنا عندنا كثير كثير من الاشياء اللي ممكن تسوق الناس لحتات غريبه عن يعني التفكير عن تراثنا. انا افتكر انه نحن ممكن نقدم حقنا للناس على اختلاف وعلى تنوع باشكال بأنماط، محتاجين لإعادة إنتاج الأغنية الشعبية بشكل مختلف عشان ما يحصل نوع من التشويش للمتلقي الأجنبي. ماذا تقول في هذا الحديث؟ أنا أقول داء التطور يخص مجراه. طيب، لأنه الزمن لا يتوقف. نعم، لأنه المزاج أيضا لا يتوقف. صحيح، ولذلك يعني لما الآن في أمريكا السودانيين استطاعوا يثبتوا إيقاع الدلوكة. نعم، السير أنت ما شفت الجامعة كاملة كده طلبة وطالبات بيعملوا مهرجان براهم ما معهم سودانيين. نعم، حافظين وبيغنوا وبيرقصوا شرق السودان وغرب السودان، والعالم دي بتفرج. نعم، مبهرين جدا جدا. أنا أفتكر التراث بيحافظ على نفسه. نعم، إذا هو حقيقة وسنتك حقيقي، والتشويش موجود طبعا، يعني التشويش ده موجود، يعني تشويش يعني الآن حاصل لنا يعني اختطاف في بعض الأشياء كده، أنه بتقلد الغربيين ديل في حاجات كثيرة جدا ما 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 لكن ما بيدوم.
وما تنسى ورد يا دكتور أنس المحاولات الغربية في التعاون مع التراث الأغنية الشعبية السودانية. كثير جدا من الأغنيات تم تناولها في الخارج يعني من 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 أجانب وتم إعادة إنتاجه وتقديمه بشكل فيه نوع من الجاذبية يعني حتى يعني. هو أصلا كثيرين كتبوا من الخواجات. نعم. قالوا الحمد لله السودان ده بس في جانب التطور لا يزال بكر من ناحية التراث وكذا. نعم. يعني ظل محافظ على أصالته. الناس في الصين وفي الهند وفي البرازيل مشوا لأنه الثقافة القادمة من الفضاء استطاعت أنها تخترق التقاليد الأصيلة بتاعت الدول الثانية يعني. نعم. إحنا ما قدرت. إما لأن الجاهلين، إما لأن السودان ده ذاته واسع كبير، إما لأنه زول ذاته ما عنده تلفزيون، ما عنده أي حاجة أو كهرباء. أيوة. عشان 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 يتغير يعني. ودي واحدة من حسنات حسنات التخلف يعني. فعشان كده أنا أفتكر برضو نمشي ونجي. الفنون إذا ما الفنون والثقافة عموما إذا ما اعتنت بها الدولة ما بتمشي لقدام. والتاريخ قال الدولة العباسية استطاعت أن تنقل الحضارة الإغريقية وتترجمها وتوديها لأوروبا. يا سلام. ها؟ يعني الأوروبيين ما كانوا بيعرفوا الحضارة الإغريقية، العباسيين بيعرفوا وعندهم ترجمة وحقيقية ومشجعة. فأنت هو زي ما فعل عبد الغني سالم، وأظنه كمان عبد العزيز المبارك وكده، في ناس عملوا. لكن المهم نحن نكون عارفين نحن نعمل في شنو. يعني أنا برفض مثلا غنى شعبي أشيله من هنا ودي هناك ومعه بيانو. معلش يا سعد، أنا قدرت أقدم مردوم بالبيانو، قدمه بكمانجا، قدمه بتنبور، قدمه بشكل مختلف يعني. الكورة في غرب أفريقيا اللي هي الكيكي لها مطورة شوية يعني، الآن بتعرض في طوكيو وبتعرض في نيويورك. واحد دول واحد وبنقول كلام هم الناس ما عارفينه لكن مبسوطين منه لأنه أوريجينال يعني. فنحن عندنا تراث ضخم يعني. نعم. بس ما قاعدين نقدمه. والله يعني أنت تكلمت كلام جميل يا دكتور أنس. يعني اللي انبسطت جدا جدا سمعته هنا، سمعته زمان بدري يعني. اللي أنا أمشي في الليلة بتاعتي أنا سمعته هنا شعبي جميل جدا جدا وتحمست كده وبتاع. فتخيل نحن لو المسألة دي خلينا قصة ال 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 إرضاع الناس بالغنى يعني، شفت كيف؟ صح. وانت استنتج انت قاصد شنو؟ يعني ما اقول يعني. فنحن عايزين يعني بعدين حتكلم لك عن هذا الشباب يعني. نعم. يعني واحد يجي شاب ممتاز جدا جدا عارفه انا اول مره، شابه كده انا عارفها لاول مره، غنت حديث وغنت حقيبه وغنت شعبي وغنت عاطفي، ده وين ده؟ بالله تكلمني عن الاصوات دي يا دكتور انس. الاصوات اللي انت سمعتها في البرنامج ده ادينا عنهم كلمه بس. انا يعني مثلا يعني حوت كسل ده ولدي بعرفه، انا قدمته في التلفزيون قبل 30 سنه. بالله بغني من 30 سنه. أنا طبعا احنا عملنا معه باعتباره يعني من الشباب يعني. كل الناس كتبوا عنه انه منتقم عنده صوت ممتاز جدا جدا ولا يزال. طيب. عبد الحليم ده عرفته ولا امبارح؟ والله امبارح اكتشفت انه ده فنان ممتاز جدا، صوته واسع وضخم وانا. وبعدين مهند همد ابلغ همد ده لو بس مسك لو بسك السيره دي بيكسح. لان هالناس دي الناس عايزين سيره يعني، بس لو مسك بس الحماسه دي بيكسح تكون ملك العالم دي كلها. عبد الخالق ده ولدي برضه ما محظوظ، لكن حياخد مكانه يوم من الايام، لانه عنده مكلة عنده امكانيه بتاعته انه يغني اي حاجه دي عليه يحفظها غنيها. نعم. كيف؟ صحيح. وغنى معي مشاعر كثيره جدا. نعم. وعفراء برضه غنى عملت معي مشاعر قبل كده سنه 2006 وكده، صوته جميل جدا. امير حلفه طبعا انا بعرفه انا قبل 20 سنه وهو صغير جدا جدا. واظن وردي كان اللي بارك لنا يا دكتور انس. وردي صوتك في فضايح طلعت وفي ناس قالوا عاملين يعني برنامج دي بشهاده. لا شهاده مزوره 20 سنه يمكن اكثر كمان. نعم. عبير علي غنت لي قبر كده. يا سلام. في اشتريتها من يوغني قبل كم سنه؟
رفيعة أنا بعرف رفيعة. نعم. رفيعة أحمد عيسى ممتازة جدا. نعم. ممتازة يعني. وبعدين شموس دي نجمة من زمان يعني. ما محتاج يعني شموس إبراهيم. إحنا صغار بنعرف شموس يعني. لكن ده كلهم يتلموا في في هذه الحلقات ويغنوا ويعني وشو ما ضروري الواحد إذا يحفظ له قدر ده ويجوده كله 100% ما ضروري. المهم الرسالة بتصل. يا سلام. الرسالة حتصل إنه ده برنامج مختلف. أنا شاكر لأنه أنا يعني هذا الشباب أنا أشكرهم والحمد لله يعني أنا شخصيا معروف بأن ذول ما قاعد تعجبني حاجة ما بيعجبني كده عجبوني. يا سلام. عجبوني اللي والله يعني والله لأنه المستقبل اليوم صحيح اليوم. والله يا دكتور شاكرين جدا أنه الواحد الليلة يشارك في هذا المهرجان. يا سلام ومزاج سوداني كمان يعني. والبرنامج سعيد يعني بك يا دكتور أنس. سعيد بأستاذ الجبير وللقائمين على الـ على الـ على, الـ على القناة الجميلة دي وللأستاذنا. يا سلام أستاذ الجبير أفضل يعني شاركنا يعني. يا سلام. وللناس كلهم الكرو والبتاع والمشرفين. نعم. التحية لهم كلهم. ولكن أنت لأنه أنا قاعد في عزلة. نعم. أو قاعد معزول. نعم. شفت كيف؟ معزول عن العالم الخارجي، قاعد في غرفتي براي كده، شقتي براي كده، أسمع غنى، أكتب، ألحن كده، جيت أنت قلت لي يا أستاذ لازم تجيني. صحيح. مركتني من العزلة دي. ربنا يديك العافية. انطلقت كده اللي أنا بتكلم كده زول مكوفر. ربنا يديك العافية يا دكتور أنس. كتر خيركم يعني. أنت شرفت البرنامج ونورت المكان. أنت وأستاذ زبير يمكن هيجا زمننا انتهى. كانت حلقة شيقة يعني يا أستاذ زبير عن الأغنية التراثية. أنا حديك بس نص ثانية. طيب. لا في 30 ثانية. أنا 30 ثانية والله لأنه كلام مهم جدا. نعم. أنا دار أقول إنه نحن الغناء بتاع التراث بتاعنا الليلة اللي قدمنا ده باللغة العربية. نحن عندنا غناء تراثي باللغات محلية كثير جدا. بلهجات محلية. ده ضروري يصل للناس ونحن ما نسمع نفسنا. يعني احنا محتاجين لاستراتيجيه لسياسه استراتيجيه ثقافيه لانه حسي التلفزيونات المحليه بتقدم نفس التراث بتاع المناطق. نعم. يفترض يحصل تبادل لهذا التراث. نعم. يعني ناس كردفان يسمعوا ناس الشماليه ناس الشماليه يسمعوا ناس الشرق. نعم. يحصل الكلام ده والوفود السياسيه اللي بتسافر وزير بيسافروا معاه 40 نفر ديل يسافروا معاه فرق بتاع التراث عشان العالم ده يسمعنا ويعرفنا. شكرا جزيلا استاذ زبير. شكرا لكم. داير اقول كلمه حقيقة. انا اشكر غير هؤلاء الموسيقيين اللي هم اساس الشغلانه دي. صحيح. والله يبقى كلام بارد ساكت. صحيح. يعني نفذوا الموسيقى ايقاعا وعزفا وصامتين كده وبتاع نجوم لكن يعني في النهايه هم اقمار اساتذه كبار. نعم نحييهم. وختاما نحن شاكرين جدا يعني هذه الامسيه الرشيقه اللطيفه الجميله على الاغنيه الشعبيه. وشكرا جزيلا على يعني المتابعه لكل المشاهدين. واحنا في ختام هذه الحلقه نختم مع الفنانه عبير علي.
بيتي.